لكن الحقيقة في مباراة تانية الكابتن جمال عبد الحميد ما شاركش فيها في التسعين، يعني ما لعبش في الملعب، بس كان له موقف. لا ده كان له مشاركة وجدانية جدا، هي مباراة في 91 النادي الأهلي للأسف في 30/7 أو 31 بيخسر مباراة فاصلة في الدوري، وكالعادة النادي الأهلي لما بيحب يخسر أو لما بيخسر بطولة بيحب يواجه فريق يقدر يفوق نفسه، فكان موجود في نصف النهائي حظه بقى كده نادي الزمالك، ولكن الكابتن جمال عبد الحميد لم يشارك، لكن كان له لقطة مهمة جدا، ربما هي دي اللقطة اللي بتخلي تصريحات الكابتن جمال عبد الحميد تجاه النادي الأهلي فيها مشاكل. هي دي اللي نسيت نشوف الست. اللقطة تدريب وانتقاء اللي اتمنى للجنة المدربين واتحاد الكرة كل التوفيق. يا عم قول له استهدى بالله. لا هو كانت اللي هو علاء مالد قديم بصراحه من زمان، لا تاريخ في نادي الزمالك طبعا. لا طبعا وكان كابتن غزالي ابراهيم يوسف رحمه الله عليه، لكن لقطه فيها معاناه شديده جدا. المباراه دي النادي الاهلي متقدم 2-0 الكابتن محمد رمضان، جماهير الزمالك القت كميه طوب غير طبيعيه ما رضيناش نجيبها في الفيديو، والكابتن جمال عبد الحميد حاسس بمعاناه شديده جدا، فطبعا بيطالب فكره ان الجماهير يرجعوا ما يمشوش، رجع الجماهير وشجعوا وتشيرت وندبدب برجلينا وكلام من ده. فاعتقد يا كابتن جمال يعني حتى اللقطه دي لو هي لسه في الذاكره وهي مؤكد لسه عندك في الذاكره، فكان المفروض ما تتكلمش في سكه ان انا لعبت النادي الاهلي بجيل مش عارف ايه فما خسرتش غير مره واحده، يكفي المره دي والله يا كابتن جمال. وسعت قوي. وانا عايز اقول لك حاجه للامانه، يعني كابتن جمال عبد الحميد من الشخصيات اللذيذه جدا، وافضل هيدرز في مصر جدا على فكره، جدا لاعب هيدرز، بس هو جدا. مش واخد التصريحات بنوع من انواع بقى الكراهيه والكلام ده، لا خالص، هو خد من ساعه موضوع الدوري والرهان والكلام وان احنا ولو خسرنا الدوري مش هعلق تاني، هو خد تاني السنه دي برضه. ما انا هقول لك ليه برضه. هو خد طريق كابتن رضا عبد العال الصحراوي، في طريق اسمه كابتن رضا عبد العال الصحراوي اللي هو ادي التصريحات الفرقعه، فاحنا بنحب التصريحات دي جدا، وكان في تصريح ما يتسابش، احنا بنتفرج على نادي الزمالك في افريقيا، نسمع التصريح عشان ده تصريح لا يحدث كل يوم، نطلع ونسمع التصريح. اقول لك كلمه اخيره بس، اتفضل اتفضل. احنا بنلعب السوبر الافريقي وانت قاعد تتفرج علينا وخدناه. هو بيقول كنا بنتفرج على الزمالك فعلا، يعني هو بيقول لكابتن مصطفى يونس احنا كنتوا بتتفرجوا علينا في السوبر واحنا بنلعب وانتوا قاعدين تتفرجوا. حلو، انا عايز المعيار ده اقفش فيه. هنيجي بقى نعمل ايه؟ 17 سنه من اخر بطوله افريقيه حضرتك خدتها السوبر الافريقي في 2003 لحد اخر بطوله افريقيه ليك السوبر الافريقي. في ال 17 سنه دول الاهلي حقق 11 بطوله افريقيه، حضرتك وكل الزملكاوية كنتم قاعدين فقط تكتفوا بمشاهدة النادي الأهلي، 5 دوري أبطال أفريقيا، بطولة كونفدرالية، و5 سوبر إفريقي، وبطولتين بس 2019 من 2003 تقريبا 15 سنة حضرتك بتتفرج على الأهلي بس. بس كل اللي بيعمله جمهور الزمالك وكابتن جمال عبد الحميد إنه بيقعدوا يتفرجوا على نهائيات إفريقية. الأهلي خسر يفرحوا، الأهلي كسب كالعادة يضاف لرصيده بطولة وهو يكتفي بالمشاهدة. لا بيعمل حاجة كمان، أنا ما كنتش عارف هما إزاي بيجيبوا تيشيرتات الفرق اللي إحنا بنلعبها، يعني تلاقي الصفاقسي النجم الساحلي اطبع على طول موجودة، محدش بيقف في حاجة. لكن كمان يا كابتن جمال في رقم. كان في رقم مميز جدا كنا بنصحيك بدري شوية معلش تتفرج على النادي الأهلي في اليابان، في بطولة كده لما بياخدها يعني بتاخد بطل دوري الأبطال بتروح كده تلعب في اليابان، انا يعني النادي الاهلي بس في مصر اللي شارك في البطوله دي، فيعني لازم نقول تعريف للبطوله. فالبطوله دي كانت بتصحي الناس الصبح شويه كده، النادي الاهلي يلعب في اليابان بصفته بطل افريقيا، فيعني بنوضح لك النقطه دي، كنت بتتفرج على النادي الاهلي كمان فين؟ مش مجرد في بطوله كونفدراليه، لا ده كمان في كاس العالم للانديه، وطبعا النادي الاهلي حقق فيها ميداليه برونزيه قبل كده. بس ما فيش بقى اي تشيرتات في كاس العالم للانديه، كاس هو تقريبا كان نايم في الفقرتين. هنيجي بقى بعد كده كابتن جمال عبد الحميد لا يكتفي، يعني هو كان طالع انا لن اكتفي بهذه التصريحات.
حط معيار لو الاهلي خسر من بيراميدز يبقى الوضع ايه، هناخد معياره وهنحاسبه عليه. نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعقب بسرعه. النادي الاهلي لو اتغلب من بيراميدز يبقى بيراميدز كده علم على النادي الاهلي طول عمره خلاص. طيب النادي الاهلي لو اتغلب من بيراميدز يبقى النادي الاهلي يبقى بيراميدز علم عليه طول عمره. اولا النادي الاهلي ب10 لاعبين قدم مباراه خلتك انت تلعب في دوري الابطال السنه الجايه، يعني المفروض تطلع بقى تشكر النادي الاهلي. بس مش دي القصه، انا حابب قوي المعيار بتاع لو نادي بيراميدز كان كسب النادي الاهلي وزود الفارق انت شفت ان ده بوصفك علم عليه طول عمره. طيب ما نيجي نشوف بلغتك اللي انا ما بحبهاش ولكن هنستخدمها لغتك انت، مين علم على مين؟ نوفمبر 2004 لديسمبر 2006 حصل حاجه لم تحدث في المجره من قبل في احد الدربيات، ان 8 مواجهات في الدربي بيفوز فريق على الفريق الثاني 7 مواجهات وتعادل وصفر فوز. عارف يا كابتن جمال يعني ايه في حوالي سنتين بتلاعب الديربي او الفريق الغريم التقليدي ليك على حسب ما انت بتقول او انت اللي بتصنف 8 مباريات بتخسر 7 وتتعادل 1؟ صعب قوي. شفتها فين دي؟ هل بلغتك تعتقد ان النادي الاهلي للابد مفترض ان انت ما تتكلمش؟ عايز اقول لك حاجه طريفه جدا كمان. لا ده انا عايز اقول لك حاجه مضايقاني جدا. هو انت ليه فريق اعداد جابها 8 بس؟ يعني ما يجيب السبعه 6 فوز 1 تعادل، ليه الضمير كده راح لسكه 8 مباريات؟ لا ده في بقى ملحوظه، حاجه اتعملت يعني اختراع زملكاوي بحت. في 2005 كنا بنلعب الزمالك في نصف النهائي كسبنا رايح جاي، ادوهم مكافاه اجابه عشان خسروا 2-1، يعني كان حدث غير مسبوق في تاريخ كره القدم. اعتقد يعني كابتن جمال عبد الحميد حاول تراجع تصريحاتك لان بجد يعني كان في شويه حاجات مفترض ما كانتش تطلع منك. خد الترند زي ما انت عايز وخد طريق كابتن رضا عبد العال الصحراوي، بس بلاش على سرعه 200 كده وبلاش النادي الاهلي. دي طبعا كانت فقره طبعا لكابتن جمال عبد الحميد، طبعا تاريخ كبير جدا في كره القدم المصريه. لكن معانا خلي بالك انا بحبه والله وانا والله انا كمان.